والآن صار خمر كمان منتشر. ليس الخمر، إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يسمون الخمر بغير اسمها، يسمون الخمر بغير اسمها، بيرة، كونياك، شو كمان، قز القرد، أشكال ألوان، صاد، البيرة خمر محرمة. وجانا من السعودية قال والله هي ما فيها كحول. ليش يا ابني؟ هل كان في زمن النبي كحول؟ ارجعوا إلى الأحاديث، حرم النبي المزر وحرم النبي عليه الصلاة والسلام ماء الذرة وماء الشعير وماء القمح، كلها محرمة في الإسلام، من القمح والشعير والذرة والعسل والتمر، يؤخذ الخمر من هؤلاء، حرم النبي استعمالها. ففي زمن النبي ما كان فيها ابني كحول، إنما كان في زمن النبي عليه السلام ينقعوها بالماء وخلوها بمحل رطب حتى تتخمر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. اجانا قال هي ما فيها، عم يضحكوا على عقول الناس السجج يلي ما عندهم علم، يلي ما عندهم فقه. يا ريت رجعنا الى المشايخ نسال هل هذا جائز ام غير جائز. احاديث الرسول موجوده يا ابني، ارجعوا اليهم في صحيح الترمذي، ارجعوا اليهم في صحيح النسائي، ارجعوا اليهم في امام احمد، تجدون الاحاديث موجوده، شراب الذرة وشراب الشعير، ماء الشعير وماء القمح. فيسمون الخمر بغير اسمها. مبيت شو؟ عنب، معتق، كونياك، خمر، كل ما أخذ من هذه الأمور. وكقاعدة عامة، كل السكريات إذا تخمرت حرم شربها. السكريات إذا تخمرت وتغير طعمها حرم شربها. ما بقي صح، لأن السكر بيتخمر، كل السكريات بتتخمر، ومتى تخمرت صار فيها الضرر. والقاعدة الشرعية يا أخوان، كقاعدة شرعية خلينا نحفظ، كل طعام أو شراب تغير حرم أكله وحرم شربه. فلو واحد طابخ طبخة ولا بالصيف بدأت الطعمة تبعها تتغير، وخلينا نلحقها قبل ما تنتزع، متى ما تغير شيء من طعمها حرم أكلها. في مذهب الحنفي صار أكلها حراما، وفي مذهب الشافعي صارت نجسة. حكم شو صار؟ نجس. متى ما تغيرت الطعمة أو بدأت تغير، هلا سوينا مجدرة، صار فيها عم تعمل خيوط لما عم نرفع، حرم أكلها. طباخ روحه أو بندورة مع الطبخ صار فيها شوية حموضة، خلينا نلحقها قبل ما تنتزع، حرم أكلها، ما عاد صح تتاكل. هذا كحكم شرعي يا ابني، لأنه صار فيها ضرر. إذا كان صار فيها ضرر، طيب وهي البيرة يلي تغير طعمها ويلي عم نكتب الكاسة عم تعطي رغوة، ما عم تعطي الرغوة؟ يلي عم تعطي رغوة صارت حرام. إيه احنا عم نقعد نشربها وعم نكيف، وقال ما فيها كحول. هي وشربهم الخمر، نسأل الله السلامة.